بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سأقدم تلخيص موجز لأهم النقاط التي تطرقنا لها في مادة التاريخ والتقنيات الحديثة على بركة الله. في الحصة الأولى تطرقنا إلى كيفية تعريف المصطلحات وذلك عبر تقسيمها، وأعطينا مثال لمصطلح الحدث التاريخي. شرحناه بمعنى أن هناك أحداث ووقائع ومستجدات ونازلة وقعت في زمان ومكان محددين، ومفهوم الثاني هو التاريخ، وهو تسجيل ووصف وتحليل الأحداث التي جرت في الماضي للوصول إلى حقائق تساعد على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. بعد ذلك تطرقنا إلى معنى تقنية، وخلصنا إلى أنها وسائل معتمدة لتيسير حياة الإنسان، وهي امتداد لكل ما لم يستطع الإنسان القيام به عبر صنعه وتطويره، وتتم عبر إعمال العقل والذاكرة. وفي الحصة الثانية عمدنا إلى مفهوم جديد وهو التكنولوجيا، وربطناه بالمجال السمعي، حيث تطرقنا إلى تعريف تكنولوجيا باعتبارها كلمة يونانية في الأصل تتكون من مقطعين، الأول تكنو ويعني تقنية، والثاني لوجيا ويعني علم أو دراسة. وقمنا برصد طرق استعمال التقنيات في المجال السمعي من خلال تقنية راديو جاردن وعلاقته بجوجل إيرث، الميزة الذكية التي تمكننا من الاطلاع على جميع الإذاعات عبر العالم بسهولة مع معرفة جميع المعلومات عن الإذاعة. أما في الحصة الثالثة استأنفنا هذه الحصة مع قولة إيمانويل روي، المؤرخ الفرنسي المعاصر رئيس لتاريخ الحضارة الحديثة بفرنسا. رصد لنا في قولته أن المؤرخ إما أن يكون مبرمجا أو لا يكون، لأنه يتعامل مع كم هائل من المعلومات لا يمكن معالجتها يدويا، إذ هو بحاجة إلى قاعدة بيانات تساعده في عملية جرد المعلومات وتفريزها حسب مجالاتها، وبذلك سيصبح مبرمجا. والمبرمج هو الشخص الذي يقوم ببرمجة الحاسوب، ويمكن اعتباره مهندس برمجيات. أما في الحصة الرابعة تطرقنا في هذه الحصة إلى المؤرخ باعتباره الباحث المهتم بإنتاج المعرفة التاريخية وتوثيقها في مراجع تاريخية، معتمدا على مجموعة من الآليات منها مصادر مكتوبة ومصادر شفوية وغيرها، ومتسلحا بمناهج البحث التاريخي ومنفتح على علوم مساعدة، إضافة إلى ضرورة تمكنه من التقنيات الحديثة على رأسها المكتبات الإلكترونية، الأرشيف المرقمن، المتاحف الافتراضية والحواسيب وشبكة الأنترنت إلى آخره، وذلك يمكنه أن يتجاوز تاريخ الذاكرة المعرض للنسيان. وفي الحصة الخامسة، الحصة كانت مخصصة لمناقشة المكتبات والخزانات والأرشيف والمكتبات الإلكترونية. والمكتبة هي مجموعة منظمة من مصادر المعرفة تكون متاحة من أجل البحث والاطلاع والاستعارة، وأخذنا أمثلة عن ذلك المكتبات المحلية، مكتبة المتوفرة في جامعة ابن زور، والمكتبات الوطنية كالموجودة في الرباط، والمكتبة الأجنبية في فرنسا. والخزانة هي حيث تخزن الكتب وليس بالضرورة أن تكون مرتبة. والمكتبات الإلكترونية هي مكتبات حديثة ومتطورة تسهل علينا وتقتصر علينا الوقت في الحصول على الكتب، وهي مسجلة بصيغة رقمية. تم عرض أمثلة عن مكتبات حديثة كمكتبة في حي بينهاي الجديدة في شمال الصين. أما في الحصة السادسة كانت الحصة حول محركات البحث، وكان نموذج جوجل الأبرز في مناقشتنا باعتبار أنه محرك بحث ضخم يتيح عدة إمكانيات البحث في محركات البحث الصغرى. ويعتبر جوجل مكتبة رقمية لأنه يمكننا من البحث عن مكتبات رقمية أخرى. رصدنا أيضا خاصية داخل جوجل وهي جوجل سكولر أو الباحث العلمي، وهو محرك بحث خاص بالمؤلفات العلمية والأكاديمية التي يحتاجها الباحثون والدارسون. وتعرفنا على طريقة إدراج الكتب داخل تلك الميزة وكيفية البحث داخل ومن هذه المكتبات الرقمية. في الحصة السابعة تطرقنا إلى الفيلم التاريخي أو الفيلم الوثائقي، وعرفناه بأنه شريط يحتوي على صوت وصورة ترصد لنا مراحل معينة لمنطقة، ويستوجب وجود أحداث وزمن وموضوع ومكان ومعدات وسيناريو، وأهم شيء هو المصادر التاريخية سواء كانت أساطير أو رواية شفوية وغيرها من المصادر. وتعرفنا على نوعين من الأفلام الوثائقية، الأولى تكون معاصرة للأحداث وصورت في الوقت عينه والذي طرأت فيه وتعرضت للمعاينة، والثانية تكون صورت بعد مدة من حدوث الواقعة في تلك المنطقة أو ذلك الزمن وتعتمد على المصادر.
وفي الحصة الثامنة خصصت هذه الحصة إلى الصورة التاريخية وتقنيات أخذ صورة بشكل عام. والصورة هي أحدث الابتكارات التي توصل إليها الإنسان ليحصل بها على شكل مماثل لشيء معين. والصورة التاريخية هي صورة تؤرخ لحدث معين، ولا يمكن اعتبارها تاريخية إلا بوجود مجموعة من المؤشرات التاريخية. تطرقنا إلى تقنيات أخذ الصورة وأسس ونقط الجذب واستقامة الصورة وغيرها من التقنيات. وفي الحصة التاسعة كانت الحصة تطبيقية حول كيفية إجراء بحث في المكتبات الإلكترونية، وكانت المكتبة الوطنية الفرنسية والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية محور البحث. تطرقنا إلى معرفة كيفية الولوج إلى هاتين المكتبتين الرقميتين والتعرف على الامتيازات التي تتوفر عليها كل منهما. كموقع غاليكا المتميز بتوفره على معلومات دقيقة تزود المتصفح بالمعلومات التي يريدها بشكل دقيق، إضافة إلى بعض المجلات الرقمية كرباط الكتب ومجلة دعوة الحق. وشكرا على حسن تتبعكم.